استاذ ابراهيم، هل فكرت، يعني مش كل الناس عارفه ان الاستاذ ابراهيم عيسى واحد من اعتى واكبر واعمق الساخرين. هي الضحكه دي بتقول صح. وسخريه شديده من كل شيء يعني. فانا دايما اقعد افكر استاذ ابراهيم ممكن يكتب لنا روايه او فيلم ساخر بكل ما يحمله من عمق السخريه. بالمناسبه يعني برنارد شو كان بيكتب السخريه بمنتهى عمقها. اتمنى والله لو في منتج متحمس يلا نعمل فيلم كوميدي، يعني اظن انه ممكن يبقى مختلف يعني، او على الاقل في حده الادنى يبقى كوميديا فطين عبد الوهاب يعني وسعد الدين وهبه. اتمنى يا ريت تبقى كوميديا مصريين مش كوميديا القلش. اه بالظبط، ما ده غرضي من السؤال بصراحه. يعني ده غرضي من السؤال ان احنا هو الافيه والكوميديا تحولت الى الافيهات يعني. الشات والحاله السوشيال ميديا، وده مساله يعني تراث الكوميديا في مصر تراث عظيم جدا، تراث هائل. والروح الساخره في المجتمع المصري روح حضاريه. الفكره ما جاتش على بالك؟ طيب والله جات على بالي كتير، لكن طول الوقت يبدو انه ما يغري المنتجين معايا هو الافلام المثيره للجدل اكثر من الافلام المثيره للضحك. طب ما احنا هنقدم لهم فيلم ساخر مثير للجدل برضه. لا تخلو اعمالي من الضحك. وهو في النهايه مع حفظ الالقاب يعني، وهو ابراهيم عيسى اما هيكتب فيلم ساخر مش هيبقى مثير للجدل؟ ما هو برضه هيبقى مثير للجدل وهتتوجه السهام وما الى ذلك، ده طبيعي. والله يا استاذ يوسف مثير للجدل احسن من مثير للدجل. طيب فلتثير جدلا بسخريه بقى علشان نواجه الدجل بلا سخريه. اصل احنا كمان عندنا الدجل دمه تقيل جدا يا ساتر.